الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. ليست هناك أي علاقة بين الديانة اليهودية واليهود التونسيون والتطبيع. المواقف مواقف ثابتة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا أحد يزايد على تونس في مواقفها. التضييق الذي يقع على تونس هو سببه وقوفها وثباتها والمواقف المبدئية للقيادة التونسية التي ترفض كل شكل من أشكال التطبيع. وزيارة الغريبة هذه قديمة، يعني وهو المعبد قديم من أقدم المعابد الموجودة في إفريقيا، فلا أعتقد أن تجريم التطبيع ومقاطعة التطبيع والمطبعون، ونعرف أن في تونس يعني نحن ضد التطبيع بكل صوره وبكل أشكاله وبكل تمظهراته، ولكن هذا الزج أو محاولة الخلط أو محاولة كسب نقاط سياسية لأداء معتنقي الديانة المساوية أو الديانة اليهودية لمعبد الغريبة، هذا يعني ضرب لصورة تونس ولجزيرة جربة خصوصا، التي عرف عنها أن جزيرة التسامح بين الأديان بين المذاهب. المعبد أو الكنيسة اليهودي جنبا إلى جنب مع الكنيسة المسيحية، المساجد الملكية تتاخمها المساجد الأباضية، فهذه صورة طيبة وناصعة. لا أعرف لماذا اليوم انتبه الناس إلى أن زيارة الغريبة هي شكل من أشكال التطبيع. تونس مواقفها ثابتة، مواقفها مشرفة، لا أحد يزايد على تونس التي قدمت قوافل شهداء من أجل القضية الفلسطينية. التونسيون منذ أربعينات القرن الماضي باعوا ديارهم، باعوا حليهم، أرسلوا أولادهم ليكونوا يعني شهداء في الانتفاضة، ويكفينا فخر أن أبو الانتفاضة هو ميلود ناجح نومة، هو تونسي من مدينة مدنين. هذه كلها يعني مزايدات أراد البعض المتاجرة فيها، وكأن الحكومات السابقة لم تمشي ولم تزر الغريبة. هذه زيارة عادية، زيارة سياحية، زيارة دينية، زيارة طمأنة أن الناس تؤدي عباداتها، وهذا شأن إلهي. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرادنا أن نكون مختلفين، ولا نحن لا نكره الناس على أي شيء، ولا الإكراه يعني ليس موجودا في الدين. فنحن نريد فتح القلوب، ولا نريد الضغط على الناس أو إصدار صورة دموية أو صورة قاتمة كما صورها من صورها على الإسلام. ولو أن الحكومة التونسية ما كانت حاضرة لقيل لنا أنها يعني حكومة غير متسامحة، وأن هذا الأمر يعني ترفضون الآخر ولا تعترفون به. كذلك الوزارة هي اسمها وزارة شؤون دينية وليست وزارة شؤون إسلامية، فهي ترعى كل المعتقدات وكل الديانات، يعني لأنهم لهم الحرية الكاملة، وهذه مسألة بالضمير، ونحن لسنا حراس على ضمائر الناس. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.